السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الأوفياء، أسعدت باللقاء معكم من جديد في وصفة جديدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم لينيم أو ما يسمى بالسيجار بجوج طريقتين، بجوج حشوة، بحشوتين إن شاء الله، ونتمنى ينال الإعجاب ديالكم. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو، غادي نخدمهم أنا بصدر الدجاج. بعد ما جديت صدر الدجاج وطحنتو في الماكينة على هذا الشكل هذا، وغادي نستعمل الحوت. عندي هنا حوت مخلط فواكه البحر. غادي نحتاج الفطر بعد ما جديت قطعته على هذا الشكل هذا. نورمالمون خاصهم هاد لينيم كيبغوا الفطر الاسود كيكون رقوق، انا ما عنديش، غادي نستعمل غير هاد الفطر اللي عندي موجود. عندي بصله هنا قطعها على هذا الشكل هذا. عندي خيزوه مقطعة دايره في الماكينه، طحنها في الهاشوار في الحكاكه. عندي هنا قزبر ومعدنوس. عندي سكنجبير فري اللي هو طري، وعندي ملعقه صغيره ديال الثومه. عندي بيضه واحده. هنا غادي نحتاج صوص صوجا او ما يسمى صويا صوص، وغادي نحتاج الصوص ديال لينيم. عندي شويه الحار، طبيعة الحال عندي الزيت هنا مخلط بين زيت المائدة وزيت العود او ما يسمى زيت الزيتون. وعندي هنا شعلية فيرميسيل، شعلية ديال شينوا كما كتشاهدوا معايا، شعلية صينية. ومن بطبيعة الحال غادي نحتاجو لي غاليت ديال لوغي على هذا الشكل هذا، غاليت دوغي او ورقه ديال البسطيله. انا عندي هاد الصغيره على هاد الشكل هذا. هادو هما المكونات الاخوه والاخوات. غادي نبداو معكم في تحضير ان شاء الله الدجاج ديالنا هو الاول. من بعد هذا نمروا الحوت ديالنا على بركه الله. نبداو الاخوان، بسم الله على بركه الله. الاخوان غندير واحد المقدار معانا، هاد الكميه اللي درت على حساب الدجاج وعلى حساب الحوت. يعني هذه بصله، عندي بصله موينه تقريبا، ندير واحد المقدار ديال البصله، يعني موتي ديال هادشي اللي عندي. غنضيف عليهم واحد المقدار ديال موتي ديال الجزر ديالي. غنضيف عليهم قزبر والمعدنوس ديالنا. غادي نضيفو الاخوان الثومه ديالنا، واحد المقدار ديال الثومه، حيت غادي نضيف الثومه الاخرى حبوب. وغنضيفو واحد الكميه ديال السكنجبير، عاد السكنجبير مجيد ما غاديش نضيفو بزاف، غنضيفو واحد الكميه قليله. الاخوان بعد غنضيف عليه الشامبينيون ديالي. نورمالمون ما عندناش شامبينيون الاخر، غادي نضيفو حنا هاد الشامبينيون. وغادي نضيفو عليها بيضه اللي غتجمع لينا الخليط ديالنا. وبالنسبة للفيرميسيل غنوريكم الطريقة ديال الفيرميسيل. كنشد الإناء بحال هاد الشكل هذا، تنضيفو فيه الماء بعد ما سخنتو مزيان، نديرو فيه الماء وغادي نخليوه بوندون خمسة دقايق، خمسة مينيت، خمسة دقايق منفوتوهاش. غادي نحسبو ليه دابا من دابا الما كانا خمسة دقايق، وغادي نحيدوه ونصفيوه باش نزيدو على الخليط ديالنا الاخوان الاخوات. الاخوان كما كتشاهدوا معايا، بعد ما دازت 5 دقائق شديناها صفيناها مزيان، غنحاولوا نقطعوها مرصوات صغيورين بهذا الشكل هذا بالمقص باش نضيفوها على الحشوه ديالنا. استمروا على هذا الشكل الاخوان. من بعد الاخوان غادي نضيفوا عليها القليل من السكنجبير. قليل من الابزار، قليل من الملح، حيت السوجا اصلا عندنا مالحه حسب الذوق كما كنقولوا ديما. غادي نضيف فيها واحد شويه صوص ديال الانيم. وغادي ندير فيها واحد شويه صوص صويا، صويا صوص او صوص سوجا.
وبالنسبة للحار كيبقى اختياري، غنضيف فيها الحار. نكتفي بهذا القدر، وغادي نحاولوا نميلونجيو هذا الخليط ديالنا كامل مع بعضياته ونرجع معكم اخوان. بعد ما خلطنا المكونات كاملين كيجينا على هذا الشكل. هذا هو الشكل ديال الدجاج ديالنا. دابا غادي نمرر معكم الشكل الاخر اللي غادي نديروا الحشوه الاخرى ديال الحوت. بقاو معنا الاخوان وما تزبيوش اخوان. غادي نمرر معكم مرحلة ديال الحوت. بالنسبه للحوت غادي ندير عندي قيله على هذا الشكل هذا. انا غادي نصبها الخصر ديالنا هنا. عندنا قيله عندي فوفا تقريبا شي جوج معالقات كبار ديال الزيت. انا عندي زيت مخلط، زيت مائدة مع زيت العود. نضيفو فيها البصيلة ديالنا، ثومة والبصلة، ثومة والبصلة ديالنا الاخوان. انا غادي نضيف واحد شويه ثومة بودرة، ثومة بودرة عليهم. وغادي نخليوها على النار شويه اخوان اخوات. بعد اخوان كنضيفو الجزر ديالنا. غادي تحل مع التحرك. من بعد اخوان غنضيفو عليهم الفطر ديالنا. بالنسبة اللي ما عندوش هاد الفطر ممكن يدير الفطر ديال المعلبات، هو نورمالمون كيجي مع الفطر الأسود. الفطر بالنسبة للناس اللي عندهم فطر أسود كتشدوه تاهو كديروه في الماء واحد 5 دقائق في الماء سخون حتى كيتنفخ غير الفطر الضوء، ومن بعد كتشدوه كتصفيوه وتزيدوه عليه على هاد الشكل. من بعد إخوان غنزيدو الحوت ديالنا السمك. اي نوع ديال السمك عندكم، خصوصا اذا كان السمك الابيض. انا عندي شويه كالامار هنا، شويه تروفيت، شويه بلح البحر، شويه من الحاجه. نخليه يطيب واحد شويه على جنب ونرجع معكم احبائي في الله. من بعد غادي نضيف عليهم قليل من المعدنوس والقزبر، قليل القليل من المعدنوس والقزبر. غادي نضيف عليهم واحد شويه الحار، هذا كيبقى اختياري. سكنجبير، واحد القليل من السكنجبير فري، قليل من الملح ما كثروش الملحه، قليل من الصوزه صوص الصوجه. نديرو القليل من ثوم بودرة والقليل من الفلفل الأسود. والقليل من سكنجبير. وغادي نضيفو عليهم الشعرية ديالنا. وغادي نحركو المكونات كاملة مع بعضياتهم. اخوان غادي ندوزو معكم دابا المرحلة ديال نعمرو الحشوة ديالنا. بالنسبة لي انا شديت منديل على هذا الشكل هذا في الزكتو بالماء، وغادي نديرو في الباز ديالي في غادي نخدم. وعندي اناء عمرتو بالماء يكون دافي، ما يكون سخون بزاف يكون دافي. والورقة ديالي ها هي هادي على هذا الشكل هذا. غادي نرميوها، غادي نديروها في الماء ديالنا ونضون واحد 3 سكوند 5 سكوند بالماء تطلق لينا. من بعد الاخوان كنشدوها كنوضعها في الباز ديالنا فوق المنديل،
كنزل الحشوه ديالنا على هذا الشكل هذا، يعني المقدار اللي غادي نديرو في الطري ديالنا على هذا الشكل الاخوان. كنهزو الورقه ديالنا على هذا الشكل، وميم طون صبعنا كنديرو هنا باش نجمعو الحشوه ديالنا، كندورو دوره وحده. ابخي كنهزو هاد الجهه هادي كنلصقها مع هاد الجهه، والجهه الاخرى كنلصقها مع هاد الجهه، وكنروليو على هاد الشكل هذا الاخوان. عاود واحده اخرى اخوان، غادي نديروها في الماء كيف غادي نخدم معكم من الاول، كما قلنا 3 سكوند حتى 5 لي سكوند هي كنحسو بها رطابت. كنحيدوها من الماء، نديروها في الباز ديالنا، الباز ديزا ديالي فيه الماء ديجا فازك. كنهزو الحشوة ديالنا، نهزو القياس اللي بغينا على هاد الشكل هذا، كنهزو القنت وكنخدمو بالصباع الاخرين، كندورها واحد التدويرة. ابخي كنهزو الجنب ونلصقو مع الجنب الاخر على هاد الشكل هذا، ونكملو التدويرة ديالنا، ولا كنلصق بوحده بلا بيض بلا والو على هاد الشكل هذا الاخوان. الاخوان كما كتشاهدوا معنا، بعد ما جمعناهم ورنايوهم وجمعناهم على هاد الشكل هذا، كنديروا المقله ديالنا فيها الزيت كيسخن مزيان كما كتشاهدوا معنا، عاد نضيفوا عليهم لينين ديالنا. الاخوان كاين واحد الطريقه اخرى، هاد الاولين درناهم بلا دقيق، والثانيين اللي فيهم الفوت انا غادي نديرهم بالدقيق، ممكن ديرهم بالدقيق ممكن ما ديرهمش بالدقيق، كيبقى الاختيار ليكم. ديروا لهاد الطريقه وكنمكن نحيدو منهم الدقيق مزيان، ما نخلوش فيهم الدقيق، وكنديروهم فوق البوطه ديالنا فوق الزيت ديالنا. كاين جوج طرق، ممكن دير فيهم الدقيق، اللي بغا يدير فيهم الدقيق ممكن يدير فيهم الدقيق، اللي مبغاش يدير فيهم الدقيق ممكن تستغنى على الدقيق. كما كتشاهدوا معنا، هادو اللي درنا فيهم الدقيق جو واقفين واحد شويه، يعني ربما درتو فيهم الدقيق من الاحسن. اوكي الاخوان، حنا تنقليو فيهم دابا، من بعد غادي نمشيو مع الشكل النهائي ان شاء الله. اخوان اخوات احباب احباء العائلة المحترمة، كتشاهدوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال لينيم ديالنا، جيو على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا معايا. كيجوا عامرين، كتجي على هذا الشكل الاخوان من الداخل. هذه ديال اش؟ هذه ديال الدجاج، ديال الحوت، كيف كتشاهدوا معنا الاخوان، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي زوينه ورطبه وشيشه. ايوا هذا هو الشكل النهائي، غادي نرافقوا معاهم البيتزا اللي عندنا اللي ديجا درناها، و لي صوص. بالنسبه لي صوص عندنا هاد لي صوص هادو، عندنا الصوص ديال لي نيم، وعندنا هاد البحار هذا، سي بون. ونتمنى هنا الاعجاب ديالكم الاخوه الاخوات، وشكرا لكم بزاف، وما تنساوش الجيمات جيمات بزاف، تابوناو معنا في القناه ديالنا باش نعاودو حنا نتشجعو. وشكرا بزاف على لي كومونتير زوينين، وفي وصفه قادمه ان شاء الله. بالنسبه لهادو راه ممكن الانسان يستعملهم في رمضان مزيانين، يديرهم ويديرهم في الكونجيلاتور، وكل ما تما خاصين غيزمنهم شويه. اعانكم الله احبائي، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله.